مساء الانتصارات، يا مساء الفرحة، يا مساء الفل على كل مشاهدي قناة On Time Sports في كل مكان. يوم جديد من أيام 60 دقيقة طوكيو، ويوم مميز أكيد. كلنا أكيد سعد النهاردة بفوز منتخبنا لكرة اليد الرجالة اللي حققوا النهاردة انتصار مهم جدا على منتخب السويد ووصلوا ربع نهائي منافسات كرة اليد في الأولمبياد. أكيد فرحة كبيرة جدا بتعيشها دلوقتي بعثة منتخب مصر لكرة اليد، ومش بس كرة اليد، أكيد طبعا بعثة مصر كلها في الأولمبياد سعيدة وكلها حماس عشان يوصلوا الانتصارات. الشعب المصري كله سعيد، الشعب المصري كله فخور بالإنجازات اللي بتتحقق، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله القادم هيكون أفضل. منتخب كرة اليد عنده تحديات مهمة وتحديات كتيرة، وكلنا ثقة إن هم يقدروا إن هم يحققوا إنجاز أكبر ويفوزوا أكيد بميدالية في الأولمبياد. وكمان منتخب مصر لكرة القدم أكيد برضو عنده تحدي كبير بكرة إن شاء الله قصاد البرازيل، وإن شاء الله بإذن الله الفرحة تتكرر ونفوز بكرة إن شاء الله. مش بس يعني كده، كلنا عندنا ثقة برضو إن إحنا ممكن بعثتنا دي اللي لسه عندها منافسات ترجع بميدالية هي كمان من الأولمبياد. النهاردة بقى وزي ما احنا متعودين هنتابع كل كبيرة وكل صغيرة بتخص طوكيو 2020، وهنعرف كمان حصاد لبعثتنا النهاردة، وكمان هنتكلم عن منافسات بكرة بإذن الله، وهيكون لنا أكيد جولة في السوشيال ميديا. وكالعادة بيكون شعارنا مع حضراتكم دايما إن كل شعوب العالم بيختلفوا في لغاتهم، في عاداتهم، في تقاليدهم، لكن حاجة واحدة بس هي اللي دايما بتجمعنا، أكيد هي الرياضة. لو هنتكلم الاول شويه كده عن منتخب كره اليد، فهنقول كلام كتير وكلام كتير قوي قوي في حق الجيل الحالي، واللي واجه صعوبات كتيره جدا خلال الكام سنه اللي فاتوا دول، واكيد طبعا بالاخص السنه اللي فاتت واللي كانت استثنائيه على العالم كله اكيد بسبب الكورونا. لكن الجيل الحالي من اللعيبه شاركوا في كاس العالم اللي اقيم في مصر في يناير اللي فات، وقدموا مستوى هايل بقياده المدرب الاسباني باروندو، واللي بيثبت دايما ان هو عبقري وعنده قدره كبيره جدا على اداره المباريات الصعبه، ده غير طبعا التعامل النفسي مع الجيل ده من اللعيبة. فوز مصر النهاردة على السويد بنتيجة 27-22 خطوة مهمة ومهمة جدا جدا على الطريق، وطبعا إشارة ودلالة للطموح اللي جاي بقى في الأدوار المهمة إن شاء الله، لأن إحنا لسه ما عملناش حاجة، والرجالة بتوع منتخب اليد لسه قدامهم الطريق ولسه قدامهم المشوار عشان يكتبوا التاريخ بإيديهم بأول ميدالية أولمبية. فوزنا على السويد ده بيعتبر انتصار كبير جدا بالنسبة لكرة اليد المصرية، لأن إحنا لعبنا قبل كده 10 مرات وماتش النهارده يعني ما نجحش المنتخب المصري ان هو يحقق فيه اي فوز، لكن النهارده طبعا قدرنا احنا نحقق فين لما تاهلنا كرابه على المجموعه الاولى وقتها وفزنا على البحرين. المباراه بقى اللي جايه ان شاء الله والاخيره باذن الله هنضمن ان احنا نتاهل لربع النهائي في المركز الثاني عن المجموعه الثانيه، بعد طبعا مباراه اليابان اللي فاتت دي اتكلمنا وقفنا شويه عند احمد الاحمر، واحد طبعا اكيد من اساطير اللعبه. النهارده كمان بقى عايزين نقف شويه عند واحد من نجومنا، اكيد النهارده طبعا يعني اكيد اثبت ان هو كمان اسطوره من اساطير حراسه المرمى في اللعبه دي، وهو كريم هنداوي، واللي نجحوا ببراعه اكيد كبيره جدا ان هو يتصدى النهارده ل 17 تصويبه من اصل 38 تصويبه، يعني بنسبه 45%، ودي طبعا بتعتبر نسبه عاليه وكبيره جدا في حراسه مرمى في كوره اليد. في المقابل بقى تصدى اندرياس باليكا حارس مرمى السويد ل 9 من 31 يعني هدف او هجمه، 29%، تصدى كمان زميله لاثنين من 7 تصويبات. يعني كريم هنداوي واحد من نجوم اللعبه اللي الصحافه السويديه النهارده كانت بتتكلم عنه، وكمان قالت ان السويد خسرت بفضل تصديات هنداوي، واختاروه من ضمن افضل 3 نجوم في المباراه، وقالوا ان هم عانوا وواجهوا مشاكل كتير جدا في التصويبات قصاد كريم هنداوي. من كل قلوبنا اكيد ومن كل مكان بنوجه كل الدعم وكل التحيه لابطالنا في كوره اليد، وكمان اكيد برضو لابطالنا في كوره القدم، وكل الامال اكيد معلقه عليهم، وكل المصريين مستنيين ميداليه اولمبيه تاريخيه في كوره القدم وفي كوره اليد باذن الله.